السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أنكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو فغادي نشوفوا أسعار مواد البناء في المغرب لشهر غوش 2023. كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم. ما تنسوش أبوني لاشين وفعلوا جيل الجرس باش تصلوا بكل جديد. بالنسبة لهذا الفيديو هذا فغادي نشوف فيه غادي نشوفوا فيه يعني غادي نشوفوا فيه المواد الأكثر استعمالا في البناء. يعني غادي نشوفوا الحديد وكذلك غادي نشوفوا السيما. وبالنسبة للمواد الأخرى فغادي نشوفوها إن شاء الله في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. دونك نبداو الفيديو ديالنا. أول حاجة نشوفوا الثمن ديال الحديد ديالنا في المغرب، يعني الثمن اللي هو الميزاجور الأخرانية ديال الأثمنة. كما كتشوفوا في الفيديو فهذا حديد الحرش اللي كنستعملوه في البناء، يعني ما بقاش كيتستعمل هذاك الحديد الملس، يعني نادرا جدا فاش كيبقى كيتستعمل. بالنسبة للمشاريع الكبرى فهو ما بقاش كيتستعمل بتاتا. إلا كاع غنستعملوه يعني كنستعملوه ديال ستة، يقدر نستعملوه في البانجلات أو لا في لي كادر. دونك في هذا الفيديو هذا بالنسبة للحديد فغادي نشوفوا حديد الحرش، نشوفوا الثمن ديال الحديد ديال ستة، وكذلك غادي نشوفوا الحديد ديال الثمانية، الثمن ديال الحديد ديال الثمانية، وكذلك غادي نشوفوا الثمن ديال الحديد ديال العشرة، وغنشوفوا كذلك الثمن ديال الحديد ديال الاثناش، وغادي نشوفوا الثمن ديال الحديد ديال 14، وغادي نشوفوا الثمن ديال الحديد ديال 16. دونك ندوزو للأثمنة ديال الحديد ديالنا. دونك غادي نبداو بأول حاجة بالحديد ديال 6. بالنسبة للحديد ديال 6 فحاليا الثمن ديالو 28 درهم البارة. بالنسبة للحديد ديال 8 فالثمن ديالو الحالي ف 45 درهم البارة. بالنسبة للحديد ديال 10 فالثمن ديالو الحالي 68 درهم البارة. أما بالنسبة للحديد ديال 12 فالثمن الحالي ديالو 92 درهم البارة. بالنسبة للحديد ديال 14 الثمن ديالو الحالي 138 درهم البارة. بالنسبة للحديد ديال 16 فالثمن الحالي ديالو 170 درهم البارة. دونك هادو أثمنة ديال برا، يعني فاش كنقولو برا يعني برا ديال 12 المترو. هادو الأثمنة ديال برا. دونك كنشوفو دابايا الأثمنة ديال الحديد بالطن والقنطار والكيلوغرام. بالنسبة للكيلوغرام ديال الحديد فكيبقى ب9.4 دراهم. يعني هذا هو الثمن ديال الكيلوغرام. كما كنعرفو بالنسبة للكيلو فكناخدوه تمن واحد بحال 6 بحال 8 بحال 10 بحال 12 بحال 14 بحال 16، يعني كنعبروه بالكيلو. بالنسبة للطن ف9400 درهم للطن. بالنسبة للقنطار فالتمن ديالو كيبقى ب940 درهم للقنطار. دونك ندوزو دابايا للأثمنة ديال السيما. غنشوفو السيما ديال 45 اللي هي الأكثر استعمالا في البني، وال35 اللي هي كنستعملوها في الفينيسيون وكذلك في الفورمات وفي المرطوب، ونشوفو ديال 55 اللي هي حتى هي كنستعملوها في الهيكل وفي لي غروز اوفر اون جينيرال. بالنسبة للسيمة ديال 45 فالثمن الحالي ديالها في السوق كتبقى ب78 درهم للصاك. بالنسبة للسيمة ديال 35 فالثمن ديالها 74 درهم للصاك. أما بالنسبة للسيمة ديال 55 فالثمن ديالها كيبقى ب80 درهم للصاك. دونك هادو هما الأثمنة الميزاجور الأخرانية ديال الأثمنة ديال الحديد والسيمة، يعني هذا هادشي اللي كاين دابا في السوق. كنتمنى أن الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، وفي الفيديوهات القادمة إن شاء الله غادي نديرو
التتمة ديال مواد البناء يعني لشهر غشت، نديروا المواد الأخرى اللي متبقية، وكذلك في هذه السلسلة ديال البناء منزل من الألف إلى الياء. فغادي نشوفوا كذلك التكلفة ديال لي فينيسيون، التكلفة ديال اليد العاملة، ونشوفوا شحال باش غادي تقام علينا بناية، يعني على حساب لا سيرفاس اللي هنا وعلى حساب لا زون فين غادي نبنيو. وما تنساوش ابوني لاشين وجيم لو فيديو. على بركة الله ورسوله.